عاد من الليفلات، عاد من الليفلات، انا في موت. يا ساتر الماب، والله تصميمه رهيب. السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع ماب، الماب كاتبين يعني العنوان حقه انه افضل ماب ممكن تلعبه في 2020، يعني سنة كورونا وكذا، بس ماب رهيب، ما ادري ايش العلاقة، بس الزبدة يقولون افضل ماب ممكن تلعبه. حاولت صراحة اني اجيب اي احد من الشباب يلعب معنا، لكن للاسف ما في احد. ان شاء الله تستمتعوا بالمقطع. قبل ما يبدا المقطع لا تنسون زر اللايك واشتركوا في القناة اذا كنتم مشتركين. قناتي الثانية تحت في الديسكربشن، اشتركوا في القناة الثانية حقت رياكشن، باذن الله اني بنزل فيها كثير. وهذه القناة خلونا نوصل فيها 600,000 في اقرب وقت باذن الله. حبيت اقول لكم باذن الله راح اسوي فعاليات قريب على الديسكورد حقي، رابط حقه في الوصف باذن الله. خليك متواجد في الديسكورد حقي، انا راح اكتب انه في فعاليه ساعة كذا كذا، غالبا اني بقول لكم قبلها بساعه ساعتين. فالفعاليات اللي قاعده تصير بالديسكورد حقي كنت تشوف كل ما حطوا ناس اكثر، كل ما سويت فعاليات اكثر. فحطك وتشوف يا سيل، الله يسعدكم. وشكرا للمنتسبين، ادري اني طولت عليكم بس اعتذر على هذا الشيء. شكرا للمنتسبين على فئتين باذن الله. فاخر مقطع اللي يقول ليش ما تحط كل الفئات، اعلى فئتين تكون قليله، فهمتوا؟ فسهل الواحد انه يقراها. باقي المنتسبين شكرا لكم، يمديكم تكتبون في الشات او في الكومنتات حقت اليوتيوب، يعرفون الناس انكم منتسبين. اكتبوا لايك، اكتبوا لا تنسوا كود شو بي اس ال، يعني اكتبوا اي شيء وراح تشوفون جنب اسمكم حرف الفي، هذا حق الانتساب. ادري طولت عليكم لكن راح نبدا الحين. يقول ستارت. اوه يا ساتر، والله رهيبه. طيب اوكي، اتوقع هذه كذا يعني عادية ذي، صح؟ لول، شكرا، عادية. ولا القم نعرفنا ان اوكي، اول واحدة، ثاني واحدة، ثالث واحدة، رابع واحدة، الخامسة، السادسة، ما في شيء. اوه لب اثنين هنا على طول. طيب توقعون في هنا بعد الافخاخ هذه، او افخاخ الطيحة يا رب. ولب ثلاثة، حلو. اما نيون او نيو جمب، حلو. الاولى، والله تصميم ماب يا عيال اقسم بالله رهيب. والله اني بغيت ابلع يا ساتر. اوكي لب الاربعة، جوز جوست تايمينج، اوكي لازم نفهمها يعني. اوكي طيب، اول ما تلف اليسار. طيب هذه شلون؟ هذه جد شلون؟ يسار يمين. هل اني اروح الاخضر ولا ما اروح؟ هذا اللي ابغى افهمه انا. لحظه خلينا نركز في الاحمر اول شيء. وين قاعد اروح؟ اوكي يسار، اتوقع الحين اروح يسار. لا المفروض اروح لما الجهه الخضراء، يعني يمين يسار. اوكي اوكي الحين اول ما يصغى هنا روح بدون نطه هذه ولا ايش؟ اوكي اوكي اها صح علينا بس بدون نطه. اوكي حلوه والله حلوه. طيب روح يمين يسار يمين يسار يمين. الله جبناها. وات اوكي كيف تو ما انكسرت على طول؟ شلون يا اخي؟ شلون؟ هلا تنكسر اليمين. لا يلعب علي ذا، كيف هذه؟ صارت عشوائية يعني ولا كيف؟ طيب هنا ما نقدر، اوه ما نقدر نروح. هذا ايش هذا؟ اوه في هوايات. اوكي والله رهيب الليفل، اقسم بالله رهيب. حركة انك تطيح من فوق في المظلة الذهبية هذه. دونت جامبينج، اوكي دونت جامبينج. اوه لا اله الا الله، انا اسف على الصرخة يعني اللي صارت هذه، بس عاد شو نسوي يعني؟ لا اخر شيء. امه في تكمله يمين، وانا احس بسيده ومسيد و الله يصلحني بس. اوكي 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 لا حرت الجاك اللي الثنتين ليش؟ والله فكره الماب رهيبه يمين بالله، صح انها كذا تنرفز بس حلوه حلوه. ماشيين صح للحين. هذا وقف هنا، هذا وقف هنا. الله جبناها صح. سبيد تايم تراي سولو. ها والله فك لي باب، فك لي باب يمين يمين.
اوكي خلينا نجرب يمين يمين. اوه يروح سبيد. اوكي اوكي لازم نفهم ان اول ما نوصل للفخ او اللي عند اللفه هذه او ما يفتح جدار. اوكي جبناها صح. طيب كيف كذا؟ اوه اب حلو 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 اصير ليفل 9. لا 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 على بالي انه في بونسر فوق بيطقني بيطق. اوكي خلاص كنسل. ابغى اسوي حركه انه انط على الاطراف اوكي واكمل بس لم تزبط. اهم شيء عرفنا الفكره انه لازم نكون مسرعين وما نوقف. والله ما ادري شلون جبتها. هذا وشو هذا؟ ها؟ هذا ويش هذا؟ والله ليفل غريب يا عيال، ليفل جدا غريب، اقسم بالله جدا غريب. اوكي. اوكي، اتوقع انه يبرقين على هذا. الله جبنا 11 اوكي. طيب الليفل اللي هنا ونطيطه يربي. ها ها ايش فيه ايش فيه؟ ركز يا ساتر يا ساتر بتخلص يقطع بالليفل جامد. ورب الكعب ان الماب رهيب 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 يا ساتر. اوكي رهيب بس ما نطيح كذا الله يعطيك العافيه. يعني توقعنا انا وش استقعدت فيه قبل شوي ابي اعرف يعني. حلو اها حلو. في بعض الابلات قاعد اعديها ما ادري شلون قاعد اعديها. انا ما ادري انتم فهمتوا كلامي اصلا ولا كذا. لا صح اوكي ما عندي في لفه يسار اصلا فاتوقع انه كذا. وما اتوقع اني اعرف احل اشياء زي كذا. اتوقع اني لازم اطيح على هذه كذا. والله كذا وبعدين ننزل على اللنج زي يقول لف يسار هنا. اوه قاعد يلفني عيال من نفسه. اتوقع في اوكي في جدار او شيء زي كذا ونموت زي كذا. حلو والله يا الليفل غريب. الليفل هذا كذا يحس مخك بالعاده تعرف انه مربع حق الفخ يكون تحته خط كذا متى تلف ومتى تسوي كذا ومتى. هذا لا هذا عكس كل هذه الاشياء. اوكي شفتوا كيف مخك مو بيستوعب. حلو ليفل 14 قدامي قسم بالله. حلو خير 14 مع المزهر بس ما ادري ايش جايني. اوه انا طلع هذه. هذا ويش هذا؟ هل اني انط على اللي بعدها؟ اوه الليفل الفوز تحت او التشيك بوينت تحت يعني لازم. اوكي كاني تحمس شوي يعني. حلو يوه يا القوة. ثلاثة؟ شلون ثلاثة؟ ثلاثة نيو ثلاثة نيو جنبي يعني؟ عاد من الليفلات عاد من الليفلات. انا في موت. صار الليفل اللي قبل شوي اقول يمدينا نروح من تحت صار يعيدك من جديد فالمفروض ان نروح من فوق. الله ياخذ حرياتنا. اوكي صار يمدينا وسهل بس انا ما ادري ليش تو سويت كذا. وش ذا؟ قاعد يقول لي يسار. ان قبل شوي رحنا من هنا رجعنا الليفل هذا الحين ليفل 15. بطلع من برا والله بطلع من برا. هو اشر لي على السهم هذا فتح لي فتحه كانه يقول روح. طيب روح هنا يعني. اوه فوق 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 بعد وفوق. والله ليفل 16 الحمد لله يا رب. واحد اثنين طيب خلني اقول اثنين طيب. واحد اثنين اربعة وين ثلاثة؟ ثلاثة اوكي. اوووو يا الليفل واو يا الليفل والله رهيب. كيف جاب الافكار هذه يمين بالله افكار رهيبة اقسم بالله افكار رهيبة عيال. اوكي اوكي عيدها من جديد بس افكار رهيبة في ذا الماب. صح اني خذيت وقت ولعب عليه صاحب الماب لكن بغيت اكسر ام الكيبورد
الله هلا بي الليفل هذا من اكره الليفلات عندي يا شباب بعد الامبوس. يا اوكي بسم الله حسبنا الله. انا اسف شباب الصوت اللي قبل شوي. اخرجي اوكي تكفى تكفى. لا ايش هو؟ الحمد لله يا رب. 1-2 اوكي. What is this؟ اوكي 19 نايس. اوكي المفروض اننا نمشي مشي عادي او اننا ننط بدايته بس انا ما ادري ايش سويت. واو يا اللخمة. اوكي هذا ابي. وي الموب ها وشلون انا مت قبل شوي؟ والله كذب شلون مت؟ اوه يقول لك تشوز انا خشيت نص. اوكي يعني لازم اخش يمين او يسار. حلو توني السبب اروح يسار. والله بروح يسار اقرب لي. لا اشو حاط لي هنا بعد فخاخ. الله ياخذ ابليسه. ليفل 20 ها؟ اوكي هذا كان الليفل اللي قبل بس انه فخ كالعاده يعني. القم اوكي 21 اوكي. والله اني ما اشوف زين بس ايزي ها؟ وات جي جي. مع انه جبنا العيد في الماب او جبنا العيد وسوينا حركه غبيه ورجعنا ليفل 3 ما ادري 4 لكن خلصناه في نص ساعه. 21 ليفل اقسم بالله الماب رهيب 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 رهيب. لازم يعني ما ادري ايش اقول بس لازم انكم تجربون تلعبونه. مره رهيب. عموما بس هيك مقطع اليوم. ان شاء الله المقطع عجبكم لا تنسون زر اللايك. زر اللايك ترى والله مهم. زر الاشتراك مهم وزر اللايك ما يعطيني فلوس وزر الاشتراك ما يعطيني فلوس. فلوس من المشاهدات فقط. نشركم المقطع يجيب المشاهدات ويجيب الفلوس. شكرا لكم. زي ما قلت لكم اشتركوا في قناتي الثانيه في سلم رياكشن في قناه تحت في الديسكربشن او بعد شوي بيطلع لكم زر تضغطون عليه يوديكم قناتي الثانيه. خلونا نوصل فيها 50,000 اقرب وقت. وديسكورد حقي لا تنسونه تحت اذا تبغون تدخلون في الفعاليات. فعاليات 10 دولار 20 دولار بس. شوفكم على خير.